السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا جماعة عاملين إيه؟ بسم الله توكلنا على الله. اتصل بيا زبون بقال لي يا محمد الحمارة رفع رجلها ولا قادرة تتحرك، إن شاء الله القيادة عليها. شاهد الفيديو وما تنساش تعمل لايك واشتراك. سبحان الله، بتطلع وردة وبعد كده بتقوم مطلع لك قرن البامية زي دي كده. دي كانت وردة اهي، سبحان الله اهي، سبحان الله. يعني ربنا بيطلعها عليك وردة عشان النحل بيجي بياخد منها، سبحان الله، عشان النحل يستفاد كمان واحنا نستفاد من العسل. وده قرن البامية اهو، بسم الله ما شاء الله، سبحانك انت يا رب. والذرة برضه، الناس اللي كانت بتقول لي صور يا محمد اللي بتحب الأراضي الزراعية اهو، والقطن نفس النظام اهو، سبحان الله. القطن برضه بيطلع لك وردة زي دي بالظبط، سبحان الله. بيجي النحل بياخد منها الرحيق وحبوب اللقاح، وسبحان الله يعني ربنا كبير، يعني ليه في ذلك حكم. يعني الوردة بتاعت القطن تطلع لك اهي، فين يا محمد؟ اهي لسه، ده اهي تطلع اهي، لسه ما فتحتش. وبعد كده بتقوم طالعة وردة، وبعد كده بتقوم طالعة لك قطن. يا سبحانك انت يا رب، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عايز نزل على النت ولا ايه؟ اه، قول بسم الله. بسم الله. افصل البتاع ده. لا عادي. عشان يبقى صوت وصوت. البيت قديمة للبيع. أي حاجة في البيت بتجيب فلوس. امسك امسك النفس. أي كتب قديمة، أي خلطة. نعمل لك مؤكد على فكرة. ها؟ عملت. برافو. قول بسم الله. بسم الله. والحمد لله. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. ألو. ألا. ألو. معانا النهارده افضل جساس بابو داود السباعي. ايوه. ايه؟ حاج محمد هلال، محمد هلال. والله التليفون بتاعي ما انت عارف ان هو باظ. التليفون الكبير. معانا الحماره رجلها مسوسه وهنعمل لها حلو. ايوه. صح كده؟ اه. ازاي شحنت ب 60 فصل تاني يا سلام؟ حته القماش، حته القماش. ها؟ حته القماش. طب معانا يا ابني، يعني في ابو داود يا ابني. صور. طب خليها تحط الكارت عليه. صور صور خراج اهو. اه. مسمار؟ اه خراج. خراج اهو. يا عملت مش سابهم المسمار؟ يبقى هي شغالة الموتور بقى ولا ايه اللي حاصل؟ ما هو مش معقولة ال 60 جنيه يقعدوا يوم ويخلصوا. ناخدها. لا 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 حاجة غلط يا حاج، يبقى مش شحنت ب 60 بقى. لا المسمار داخل فيها وشققها كده. طيب انا قدام مني ساعة بأمر لا وراه. لقيت المسمار لسه فيه؟ ما شاله ونضف وركب. انت جيت ولا لسه برد؟ مش خرم يعني في الكوتش؟ لا جبت لها فرد داخلين. الله يعينك، الله يعينك. والله ماشي. بكلم الساده مضيط عليها وهي نايم. بيبي بكلم الساده. انا جبته مستعمل ب 100 جنيه. من عند السيد؟ ماشي يا صاحبي. روح دروس؟ ايوه. السلام على النبي. وش كده بقى. عايزين حته قماشه نضيف. حته القماشه بس نضف حلو كده. ماشي. ايش كانت يا ابراهيم دي سببها ايه بقى؟ مستحم ده يعني. ها ها اركز يا معلم. سببها ايه دي؟ دي غزه مسمار. غزه مسمار. اه ايوه. يعني مش حصواي. الله اعلم. بس هي شكلها غزه مسمار لانها خرم طوال اهو. انها ايه؟ خرم. خرم. ايوه ايوه دي غزه مسمار. ربنا يسترها علينا يا رب. استرها يا رب. وش فيك يا دي الحمارة؟ يا مسك. طالما هتنزلها على النت هتتشاف. مش معنى يعني. لا اركز. حاج محمد ابو هلال انضف جساز بابو داوود. حاجة ما نقطع بيها. محمد هلال. محمد هلال. انا مالي، انا مالي ازاي؟ ده انا اللي هنا مالي.
ايش احنا علينا نكسي ايش اجمد مره ما عادش لها تيجا. اذا كان محمد دي امسك لي الحمار انت بركز سندها ليه لو شافك كان يدق قلم كمان. لا طبعا لا دي بقى لوجه الله والناس اللي مش واخده بالها. امسك يا عم الحاج تاخد بالها يا عم الحاج اللي بيحب النبي صلى الله عليه والسلام. دي بقى جايب لزق ولا جايب مسامير؟ ها جايب لزق ولا مسامير؟ ما كناش عايزين المسافه دي كلها. ليه يا عم انت هو اول احمر ولا اخر احمر؟ لا شوف الله وكيل خلاها كده. الله يا عم خليك ماسكها بقى يا خال. لا 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 امسك انت يا خال خلي بقى دي في النص. ايش الشارع ايه ده يا محمد؟ دي حاجه بتطيب الجرح. ايوه اسمها ايه؟ لا ده سن المهنة. سر المهنة عشان ما نروحش نجيبه نعمل ده تعمله يعني ينفع. اللي عارف بس السادة المشاهدين عرفوا ده ايه. انا ما عادش عايز اعرف حد بس احنا عايزين منك بس تتكلها الحدو دي العازل اهو ودي الحدوة اهي. وبص صلى على النبي اسبوع ثلاث ايام بتلاقيها ارتاح تتكل يعني حدو ما ينفعش توضى دلوقتي. اوعى تسيبها اتن رجال دي يا عم الحاج اتنى رجليها اتنها لورا مش هتقى انتنتها مش هتقى. يا الحمارة نامت من اللي فيه مفيش توك. صعب صعب. طب انت مذنبني انت كده ده انت تطلع روح الواحد عم تعمل شغلان يعني محمد يعمل لك ايه؟ محمد شغاله الحمارة نايمة اهو. انت هتنزل عندي تقول لهم ايه انا مذنب الراجل؟ الراجل ما توقف الحمارة وانت هترتاح يا عم. ان وقفت على الشغل هيتعفر. لا حول ولا قوة الا بالله. مندوب مسمارين وقفها براحتك. ايش هيك؟ اوعى تسيبها يا عم محمد. محمد مين يا عم؟ امال اسمك ايه؟ عم احمد. اجمد فيه اقف. انت يا معلم انت يا معلم انت خليك صاحي معانا كده. انت عليك هم كبير قوي. اول مرة اول مرة تحس يعني بتاع خردي وجساس يتفقوا ورا بعض. تاخر ده مال ولا دي اساس مش عاجبينك في ايه احنا؟ ما هو يا عم ها هو معلم مش عاجبينك في ايه؟ هو معلم كبير من الدين. يعني دي اساس مش عاجبك ولا بتاع الخور ده عاجبك؟ امال ايه اللي عاجبك؟ تعال هو يا عم الحاج. طب هو بيصور في مين دلوقتي؟ صور في مكنه الري؟ مكنه الري ده هو كفايه بس ان البدايه بتاعته معانا في الفيديو. القماشه في ايه؟ ما تخليش حاجه عامله بقى عشان ما تحكش في رجليها وتبوظها. انا ابوظها؟ تبوظ رجليها. يعني ينفع انت بتقولها دي يا عم احمد على الهوا؟ يعني ينفع على الهوا؟ ناس عارفه حاجه. ناس عارفه حاجه؟ ها؟ حد يعني حد هلال بيرن؟ حد هلال كده بيكون خلصنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهنقص ونظبط بس ايه؟ الراجل معانا هو عايز يمشي بتاع الخرده وادي الموتوسيكل بتاعه وادي استاذ احمد مقبل استاذ ابراهيم مقبل وعم ثروت وصاحب الحماره حاج ابراهيم والسلام عليكم والحماره ذات نفسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.